مرمى مساء للرياضة، طابت أوقاتكم. عناوين هذه الحلقة: رابطة روشن تجتمع بالأندية وتقدم معايير توزيع مبالغ النقل التلفزيوني. قبل مواجهة الاتفاق، ماذا كان يفعل مدرب النصر في مواجهاتهم الأولى خلال الدوري؟ وفي مواجهة ضمك توني حتى الآن مباراتين بلا أهداف، هل هذه أسوأ بداية للنجم الإنجليزي؟ العروبة أول فوز، القادسية تعثر مجددا، والوحدة يواصل تلقي الهزائم. بيولي في مؤتمر صحفي يقول: شاهدت النصر وأعرف كل السلبيات. وعلى بعد يومين من الكلاسيكو الملز، عقدة الاتحاديين. حياكم الله والسلام عليكم. عقدت الجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين اجتماعها العادي مساء أو العادي الثالث مساء يوم الخميس برئاسة المهندس عبد العزيز العفالق رئيس مجلس إدارة الرابطة. وحضر ممثلو أعضاء الجمعية العمومية الاجتماع، وتم إعلان أن نقل أو البوح بأن البوح بأن النقل التلفزيوني للدوري وصلت مشاهدات البث فيه إلى 200 مليون مشاهدة، مع وصول البث إلى 160 دولة حول العالم بمتوسط 3 مباريات أسبوعيا. أنتم فيما يخص التوزيعات، طيب التوزيعات المالية، مستحقاتكم المالية من عوائد الرابطة، وش صار عليها؟ ابدا، كلها من ضمن الاجنده. اليه التوزيع برضو كانت من ضمن اللائحه. كانت مقنعه بالنسبه، يعني احنا نسب التوزيعات مقنعه، اعتقد انها مقنعه الى حد ما. تعتمد طبعا بشكل كبير على كم هو العائد، لكن كنسب مئويه انا اعتقد انها. ما بلغوكم كم العائد؟ لا طبعا، لانه هذه نهايه الموسم، عرفت، هي عوائد تجاريه، فهي يعني هي شغالة طوال الموسم، فبالتالي أنت ما حتعرفها إلا نهاية الموسم. لكم مستحقات اللي هو الدعم الثابت، متأخر المستحقات، هل ناقشتوها اليوم مع اللجنة؟ ما كان اللي ذكرته أنا فقط اللي هو ذكر في الأجندة. اليوم مستحقاتكم ما كانت ضمن الأجندة؟ ما تم نقاش أي شيء غير اللي ذكر. كم نسبة العوائد؟ طيب يعني مثلا المتصدر الدوري كم بتكون نسبة من العوائد؟ هذه لازم استنى لما يصادق على اللائحة، يعني ووقتها تكون موجودة لعامة الناس يقدروا يشوفوها من خلال النظام الأساسي. فيما يخص الإنتاج التلفزيوني، ملف أقفل، لكن الآن حقوق النقل التلفزيوني باقي أقل من 7 أو 8 أشهر على انتهاء عقد الناقل، كيف بتكون الآلية؟ الآلية هي طرح للسوق يعني، ويتم دراسة جميع العروض، ويكون في آلية طبيعية يعني اختيار الناقل أو الشريك المناسب الجديد. هل هناك شروط للقناة الفائزة بالحقوق؟ يعني مثلا تكون قناة سعودية، هل بيكون فيه مثل البطولات العالمية فيه زونات تبيعونها، مثلا الشرق الأوسط منفصل، السعودية منفصلة، الدول الأخرى منفصلة، ولا كيف بيكون النظام؟ احنا ما زلنا في طور الإعداد الآن، فما أقدر، يمكن يعني في أفكار مختلفة يعني، سواء كان هي محلية عالمية إلى آخره القنوات، فما زال احنا ما أقدر أديك يعني جواب كذا مباشر، لأن ما زلنا احنا في إعداد الكراسة الآن. ربحتوا ولا خسرتوا البيان المالي اليوم؟ لا ربحنا. كم نسبة الربح؟ عاد إن شاء الله هذه تشوفوها بعدين. إن شاء الله موفقين جميعا إن شاء الله. شكرا. نذهب إلى نايف الثقيل، مراسلنا يطل علينا من الرياض. نايف أهلا بك معنا. يعني نايف، لم يعلن الجدول حق مال الاجتماع لكم كإعلاميين، أنتم جيتوا تغطون بعد صح؟ سمح لنا يمكن أول دقيقتين من بداية الاجتماع بالتصوير، ولكن أجندة الاجتماع كانت سرية.
فقط عرضت على الأعضاء، لكن احنا حصلنا عليها من مصادرنا الخاصة. اليوم كان فيه استعراض لأنشطة رابطة في الفترة الماضية التي بعد الاجتماع الأخير للجمعية العمومية، وكان هناك التقرير المالي الخاص بالرابطة لابد أن أعضاء الجمعية العمومية يقومون بالاعتماد، أيضا تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، والحديث عن النسب المئوية لحقوق الرعاية. يمكن قبل شوي اللقاءات اللي ظهرت في البرنامج كان هناك تحفظ كبير على كشف هذه النسب، لا نلوم أعضاء الجمعية العمومية لأنهم ملتزمين ب طيب سرية المعلومات وقد يكونون عرضة للملاحقة، ولكن احنا حصلنا على هذه النسب بالتالي دعني اشرحها. خليني بس ابغى اسالك بالتفصيل. طبعا قبل النسب ايش معنى الترشيحات والمكافآت وايش المقصود في هذا البند؟ المقصود انه يكون في لجنه مشكله من 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 ثلاثه اعضاء بالاضافه الى الرئيس، هذه تكون مسؤوله عن اقرار المكافآت الخاصه لاعضاء مجلس الاداره. اليوم اعلنت اللجنه وايضا اعلنت المكافآت وتم اعتمادها، ايضا بالتالي في لجنه اخرى بعض المدراء التنفيذيين والقيادات التنفيذيه في الرابطه والمكافآت والرواتب الخاصه بهم لازم يتم قبولها من قبل هذه اللجان. جميل. طيب نرجع النقل التلفزيوني، كنت ابغى تحكي واستوقفتك هنا. النقل التلفزيوني كيف ستكون معايير توزيعه؟ هو ليس النقل التلفزيوني فقط، هي النقل التلفزيوني وايضا جميع العوائد سواء من الرعايات مع الشركات او حتى تسميه الدوي بدوي روشن. هذه العوائد بالتالي تشترك فيها اكثر من جهه. طبعا بحسب اللي اعلن اليوم وتم المصادقه عليه بالاجماع، في البدايه تم خصم حقوق المسوق، نسبة المسوق حسب ما نصت عليه العقد، بعدها يتم منح الرابطة 15% من مجموع العوائد، تخصيص 10% للأندية التي تحصل على الرخصة الآسيوية، 2% لاتحاد القدم. جميل. المتبقي يتم توزيعه على الأندية. كيف يتم توزيعه؟ يتم توزيعه 50% توزع على الأندية 18 بالتساوي. بعدها يحصل صاحب المركز الأول على 10.5% إضافية، المركز الثاني على 9.5% إضافية. أي. يحصل المركز الثاني على 9.5% ويحصل. طيب. المركز الثالث على 9.3%، الرابع والخامس على 8%، السادس والسابع على 7%، وتتناقص النسبة حتى تصل إلى الأخير الذي سيحصل على نسبة 0.5%. هذه النسب اعتمدت من جميع الأطراف، تبقى فقط اتحاد القدم. قد يعترض اتحاد القدم على هذه التوزيع لأنه في اللائحة السابقة كان يحصل اتحاد القدم على 3%. أيه. اليوم تم تخفيضها إلى 2%، وقد يعترض اتحاد القدم على هذا التخفيض. لا يعني ما أتوقع ردة فعل اتحاد القدم. ما أتوقع، ميزانية اتحاد القدم أكثر من ميزانية الاتحاد الألماني والإيطالي والفرنسي والإنجليزي، كلهم هو أعلى منهم، فواحد في المئة ما تفرق معه يعني جنب 1.2 مليار مثلا. طيب نايف، فيما يخص يعني النقل التلفزيوني، المقصود بالنقل التلفزيوني الشركة الداخلية اللي تنقل داخل السعودية، أو أنه المقصود داخل يعني اللي انقلوا الآن اللي هم 200 مليون اللي هم 106 دولة، هذول يدفعون فلوس ولا لسه الدوري السعودي ما يعني ما وصل إلى هذه المرحلة؟ وش النقل التلفزيوني بالضبط؟ العوائد من وين جاية؟ أنا اليوم تحدثت مع مسؤول أو أكثر من عضو في الجمعية العمومية، هم مو راضين على طريقة طرح كراسة النقل التلفزيوني. النقل التلفزيوني هناك مبلغ ثابت مخصص تقريبا 150 مليون يأتي من القناة الناقلة التي تملك الحقوق في الشرق الأوسط، تملك الحقوق حتى في العالم. هناك بعد استقطاب النجوم العالميين قامت إحدى الشركات بتسويق الدوري على القنوات العالمية وبيعها في مناطق العالم، وكان هناك عائدات، ولكن في عائدات بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية هي عائدات، هناك عائدات ولكن
ولكنها عائدات غير مرضية. طيب. لذلك هناك تكتل الآن في الجمعية العمومية يطالب بأن تطرح الكراسة بشكل مختلف. ماذا يعني ذلك؟ أن تكون السعودية منطقة منفصلة ويتم بيعها على ناقل محلي، وأن يكون الشرق الأوسط منطقة منفصلة وتباع على ناقل آخر، وأيضا أوروبا منطقة منفصلة، يتم توزيع دول العالم على مناطق مختلفة. هذا سيضمن عائدات أكبر وعائدات ثابتة بالتالي. طيب. وليست اجتهادات شركات مسوّدة. هل صحيح بأن النصر احتج على التوزيعات المالية، النصر تحديدا، لأنه قال أنه مباريات الدوري الخارجية فقط مباريات اللي تنقل من أجل رونالدو، يعني 70 إلى يعني من 60 إلى 70% هي مباراة النصر من أجل رونالدو فقط، فهل كان هناك فعلا هذا احتجاج منها شائعات تدور فقط في السوشيال ميديا؟ لم يحتج اليوم ممثل النصر على أي قرار، واعتمد وصادق على النسبة المحددة بالنسبة لحقوق الرعايات. كما ذكرت لك بالتالي لا يوجد مبلغ ثابت اليوم، لم يكشف عن أي مبالغ من ناحية العوائد التجارية للأندية. وعدت الرابطة نهاية الموسم سترسل جميع العوائد للأندية، ولكن لا يوجد هناك أي اعتراضات على مبيعات النقل التلفزيوني. واضح. شكرا زميلنا نايف المراسل الميداني اللي كان اليوم زميلنا يغطي الاجتماع، وحبينا ناخذ منه التفاصيل لانه الاجتماع كان اغلب بنوده كانت سريه. اذهب بكم الى وقفه ثم بعد ذاك. مدرب النصر بعد التعاقد خلال الموسم، كيف تكون مواجهاتهم الاولى؟ وقبل ضمك توني مباراتين بلا أهداف، هل هذه البداية الأسوأ؟ مساء الخميس، منافسة الجولة الرابعة في دوري روشن السعودي بثلاث مباريات. الأخدود والقادسية تعادلا بلا أهداف، العروبة فاز على الفتح بهدف والوحدة. وصل مسلسل الخسائر هذه المرة أمام الصاعد الجديد الخلود بهدف دون رد. في المباراة الثانية على التوالي فشل القادسية في التسجيل وتعادل بلا أهداف أمام مضيفه الأخدود في ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران. المباراة شهدت طرد لاعب من كل فريق. القادسية رفع رصيده بالتعادل إلى 7 نقاط، بينما كانت هذه النقطة الأولى لفريق الأخدود. وخاض العروبة أولى مبارياته في استاد جامعة الجوف، حقق فوزه الأول على الفتح بهدف سجله الأسباني كريستيانو تيو، ورفع العروبة رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الفتح عند 3 نقاط. الخلود القادم الجديد إلى دوري المحترفين الأول رفع رصيده إلى 4 نقاط بالفوز على مضيفه الوحدة بهدف سجله كولادو في الدقيقة 60. الهزيمة هي الثانية على التوالي للفريق المكي في الدوري. وتتواصل منافسات اليوم تتواصل المنافسات اليوم الجمعة في الجولة الرابعة لدوري روشن. الخليج يواجه الفيحاء في 6:15 مساء توقيت السعودية توقيت العاصمة الرياض تحديدا، والأهلي يواجه ضمك في 6:50. الاتفاق سيفتح أبوابه لاستضافة النصر في 9 مساء هناك في الشرق السعودي. وهناك انتظار كبير لمباراة الاتفاق والنصر، رغم أنها ليست مباراة الشباك أو مباراة هذه أو قمة هذه الجولة، بسبب وجود المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب فريق النصر الذي عقد مؤتمرا صحفيا في نادي النصر، عبر فيه عن سعادته بخوض تجربة جديدة في مسيرته التدريبية. وعقب إعلان التعاقد معه رسميا خلف البرتغالي لويس كاسترو المقال من منصبه بعد التعادل مع الشرطة العراقي ضمن دوري أبطال آسيا، رافق بيولي خلال
المؤتمر الصحفي المدير الرياضي الأسباني النجم الكبير فرناندو هيرو. الأرجنتيني باوزا وصل إلى النصر في يناير 2009، واجه الرائد في المباراة الأولى وانتصر بهدف دون مقابل. بعد سنتين بالضبط، الكرواتي دراغان سكوتشيتش تولى مهمة تدريب أصفر العاصمة، سجل أول ظهور له أمام القادسية في ثمن نهائي كأس ولي العهد وانتصر بخمسة أهداف. السيناريو يتكرر مع قدوم الكولومبي ماتورانا لقيادة النصر في عام 2012، لكن باختلاف المنافس، نجا من الخسارة في أول مباراة له بعد تجاوز الفتح بركلة الترجيح. في سبتمبر من ذلك العام أقيل ماتورانا وقدم كارينيو الذي واجه هجر في الجولة السادسة وانتصر آنذاك. خورخي دا سيلفا يعرفه النصراويون جيدا، دشنا ولايته الثانية مع الفريق في ديسمبر 2014 بانتصار عريض أمام هجر برباعية نظيفة. دا سيلفا أقيل وأتى الإيطالي كانافارو، وصل في أكتوبر من عام 2015، انتصر أمام الوحدة في مسابقة الدوري. في شتاء 2017 وأمام الوحدة أيضا، كان الظهور الأول لكارتيرون آنذاك، حقق فوزا صعبا بهدفين مقابل هدف واحد. تحت أنظار الأرجنتيني إدغاردو باوزا دخل خليفة المقال ريكاردو غوميش غوستافو كوينتروس وألقى التحية. اللقاء الأول انتهى بفوز أمام التعاون. فيتوريا الأكثر بقاء في منصب المدرب بنادي النصر بدأ مشواره بفوز مريح أمام أحد بأربعة أهداف دون مقابل في مسابقة الدوري. خليفته أورفات حقق أربعة انتصارات متتالية، بدايتها كانت أمام الفيصلي. الفريق القادم من حرمة أيضا كان أول اختبار للمدرب البرازيلي مانو مينيزيس، واجتازه بنجاح. اللاتيني الآخر روسو كان اختباره أصعب من مينيزيس حين واجه الهلال في أولى مبارياته، ورغم ذلك خرج منتصرا. الهلال كان محطة أولى أيضا في انطلاقة يليتشيتش الذي عوض رودي غارسيا، وخسر أمامه بهدفين دون مقابل. عصام عامر، العربية. عادل بطية التحقوا بنا. وعادل عند السجل كمشرف على فرق، ولذلك قال مدربين واستقبل مدربين جدد. عندما تستقبل عادل المدرب داخل الموسم مش اللي بداية الموسم، طبعا يصير يختلف كثير لما يبدأ مع الفريق معسكر. إيش أكبر مشكلة تواجهه لما يدخل الفريق لا بادي في الموسم؟ أولا أحييك أخوي بتال وأحيي مشاهدي العربية. من أصعب الأمور على مدرب الفريق، نعم، وعلى فريق العمل اللي معه،
أنت تصور يعني من يبدأ من بداية الموسم المعسكر يتعرف على اللاعبين، بالتالي أنت لو تشوف أول تمرين لأي مدرب كأنه قاعد يحفظ أسماء اللاعبين، وتقعد أسبوع أسبوعين ما حفظ الأسماء وأحيانا متخطة، ما بالك إنه كيف بيعرف قدرات كل لاعب. أنا في رأيي الأمر صعب. شوف بالتالي شفت التقرير اللي سويته كلها كانت أمور صعبة بالنسبة لكثير من المدربين اللي جو في وسط الموسم، لكن أصعبهم على الإطلاق هو بيولي اليوم. لأن الوضع في النصر طيب اليوم خليني بقول لك يعني أنا أشوف بيولي هو أسهلهم. ليش؟ لأن كل المدربين اللي كانوا جو النصر واستعرضناهم كانوا يجون فريق لعبته مجهولين في خارج السعودية، ما حد يعرفهم خارج السعودية. بس اليوم تجي اللعيبة، يعني بيولي يعرف بروزوفيتش رغم أنه يمكن ما يشارك، يعرف رونالدو أكيد، يعرف ماني أكيد، يعرف تاليسكا أكيد، يعرف يعني لابورت أكيد، يعرف بنتو أكيد، يعني يعرفهم يعني ولو ما كان معرفة شخصية لكن يعرفهم أكيد. إنه ما يعرف سي مكانه يعني مثلا، صدق بتال لا أكيد صدق بتال اللي أنت شفته أسهل شيء. أنا بوجهة نظري أشوفه هو الأصعب. طب وضح. التالي لما تجي اللعيبة سعوديين أو محليين ما تعرفهم، أيوة أنت الوحيد، أنت اللي تقدر، الكل يرجوك. لكن اليوم المهمة الأصعب له كيف أفرض شخصيتي على الفريق، كيف أفرض طريقتي. بصراحة بالتالي أنا يوم جاء حاولت أقرأ وتابع وأشوف كل شيء عنه، طريقته مختلفة، طريقته بصراحة ما تصلح الواحد نجم ولا اثنين نجوم ما يؤدون أدوار معينة، الكل يبغاهم يدافعون يهاجمون. يعني في طرق لبيولي أشك أنه يقدر يفرض سيطرة، وهذه هي المشكلة الكبيرة اللي بيواجهها أمام عدد النجوم. بالتالي أنت لو شفتنا من الموسم الماضي، هل كل لعيبة النصر يعني عد لك ثلاثة لاعبين يمكن ما يؤدون أي أدوار دفاعية، وهذا المدرب لا يبغى لعب مباشر ويبغى يعني لاعب. عشان كذا أنا أقول الأمر صعب ويزداد صعوبة بالنسبة لي لوجود الأسماء اللي أنت ذكرتها. هذه بالنسبة لي هو الأمر الصعب. وش يحتاج؟ يحتاج بصراحة دعم إداري، يحتاج أنه يقال له ترى أنت الرجل الأقوى في النادي، وهذا الأمر أيضا مشكوك فيه. بالتالي بصراحة بوجود يعني بعض الأسماء وبالذات يعني كريستيانو، من الصعب أنه يكون في ما يكون في الفريق قوتين بصراحة، في قوة وفيه مساعد لهذه القوة، إلا إذا قدر هو يكيف الفريق. مع أني أنا أقول الأمر يعني بالنسبة للنصر بصراحة يعني مهمة صعبة لبيولي. في كثير من النصراويين خايفين أو قلقين من تاريخ بيولي، لأن فريق النصر فريق كبير يسعى للبطولات، لكني أنا في رأيي حتى بيولي أمام مهمة أصعب أصعب من أي مدرب قدم للنصر. طيب. في فتراته ولا عاش مع اللاعبين وقدر يتعرف عليهم، على فكرة مدرب ودود يقدر يكسب اللاعبين، لكن الأمر في النصر في وسط موسم. طيب. نقدر نقول فرصة سانحة جدا للاتفاقيين اليوم اللي انتصر على النصر، رغم أن النصر ترى عنده سنوات يعني ليست قليلة أنه ما انتصر على الاتفاق في الدمام تحديدا، يعني مو كثير بس يعني اظن انه يعني اخر سنه، اظن اخر سنه 19 اظن يعني الموسم. اي تفضل. اي اللي في الدمام قصدك بالتالي؟ نعم فقط. نعم نعم نحكي عن الدمام. اي اللي في الدمام صح؟ صحيح. اي اي انا رايي ان الموسم الماضي يعني كان الظرف مختلف، اللي طالع من بطوله عربيه بعدها ب 48 ساعه كل اللاعبين اللي يلعبوا المباراه النهائيه ما لعبوا، لعبوا وقت اضافي، في امور مختلفه. لكن انا برجح كلامك أنه الاتفاق أمام فرصة ذهبية. ليش بتا؟ أول الفريق يعيش حالة نفسية ممتازة، كسب 9 نقاط، وهذا أمر جيد بالنسبة لجيرارد وللاتفاقين يعطيهم. مع أنه بتال ترى أول مبارتين ما كان أداءه جيد، في المباراة الثالثة اللي أمام الفتح هي اللي كانت مباراة جيدة وكلها يفوز بفارق هدف. اثنين، جيرارد اليوم عنده لاعبين، يعني اليوم عنده 4 لاعبين سعوديين في رأيي أنه كسبهم، مادو ومدالله ورديف وعبد الله المالكي، قد يكون بعضهم دكة وبعضهم أساسي. المباراة اللي فات لعب مادو ولعب رديف، ويعني أنا أقصد الفريق. اثنين، أصبح عنده جيرارد ما يملك الشخصية ويملك السلطة. والدليل بالتال مدران حق التعاون لاعب غير عادي ممتاز، في الاتفاق يعني أحيانا ما يؤدي، وش سوى؟ ركنه. من اللي لعب؟ اللاعب الشاب في المباراة الأخيرة كوستا، 21 سنة المواليد 2003، كان نجمه هو من سجل. اليوم أمام عندهم 9 لاعبين أجانب، اليوم عنده الخيارات، كان على حساب غريل اللي عائد من مباراة دولية. نعم. هذه الأمور تساعد جيرارد. اليوم جيرارد شخصيته أعلى وتاريخه أقوى من لاعبي الاتفاق بما فيهم اللاعبين الأجانب. عشان كذا نقول هي فرصة. حتى فينالدوم لو شفت بالتال العام كان يلعب 8،
المباراة الأخيرة وش صار يلعب ستة وأيضا أدى أداء ممتاز. صور لو كان المدرب أقل من جيرارد يمكن فينالدو ما يقبل، لكن هو يعني أحيانا المدرب لما يكون أعلى، وللأمانة فينالدو أدى أداء ممتاز في المباريات الأخيرة هذه. موسى ديمبلي بصراحة الثلاث مباريات ترى خذ أحسن لاعب في المباريات، سجل في أول مباراتين وصنع في الثالثة. الاتفاق يعيش حالة ممتازة يقابل حالة محبطة بالنسبة للنصراوين، إلا إذا أراد اللاعبين يقولوا للمدرب المشكلة ما كانت فينا، المشكلة كانت في كاسترو. عشان كذا اليوم بكرة بنشوف مباراة المستقر والمتذبذب. واضح، شكرا عبد البطي. وإيفان توني مهاجم الأهلي حتى الآن في مباراتين لم يعرف هز الشباك، هل هذه هي البداية الأسوأ لهذا اللاعب؟ توني أنا سترايكر نورثامبتون، النادي الأول في المسيرة الاحترافية للاعب إيفان توني، 26 أبريل 2014 في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزية. توني يسجل أول هدف له مع ناديه نورثامبتون أمام داغنهام في اللقاء 12 له في أرض الميدان. صيف 2015 انتقل إلى نيوكاسل، لعب معه 4 مباريات دون أن يهز الشباك قبل أن يعار إلى بارنزلي. مع هذا النادي افتتح عداده التهديفي في ربع نهائي كأس رابطة أندية الدرجتين الثالثة والرابعة ضد نادي ويغان. 2016 أعير توني لنادي شروزبري تاون، معه وفي الجولة السادسة من دوري الدرجة الثالثة سجل أول أهدافه وكان في مرمى أولدهام أتليتيك. في 2017 انضم على سبيل الإعارة لنادي سكونثورب يونايتد في دوري الدرجة الثالثة، انتظر مباراة بورتفيل في الجولة 29 كيبصم على أول أهدافه. في العام نفسه ودائما في دوري الدرجة الثالثة لعب معارا للنادي ويغان وهز الشباك في الجولة الثالثة ضد نادي أولدهام. 2018 ودائما في دور الدرجة الثالثة لعب مع نادي بيتر برو يونايتد، والموعد مع الجولة السابعة ليفتتح توني عداده التهديفي أمام فريق ساوث إند يونايتد. آخر محطات توني الاحترافية في إنجلترا كانت مع نادي برينتفورد في دوري تشامبيونشيب، وصل مبكرا للشباك وتحديدا في الجولة الثالثة أمام فريق ميلول. أيضا مع برينتفورد وفي الدوري الإنجليزي الممتاز سجل أول أهدافه في موسم 2021-2022 ضد أستون فيلا بالجولة الثالثة للبريمير ليج. أذهب بتوني إيفان توني إلى عبدو عطيف. عبدو، يعني أرقام توني مرعبة، لما تقول الأهلي تعاقد مع توني المهاجمين أو المدافعين في الفرق الأخرى يشهدون قواهم، خلاص والله جاينا مهاجم جديد مرعب يعني في الدوري. اللي شفناه في مباراتين لا شيء، طبيعي انه هذه تكون البدايه. اول شيء امسي عليك بالتالي. اهلا وسهلا. راح نتكلم عن وعلى جميع المتابعين، احنا نتكلم على احتياطي لهاري كين. انت كنت تتكلم عن الاحتياطي هاري كين. طيب. ولعب في اليورو كثير، يعني اليورو لعب مباريات كثيره في الاخيره. إيه 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 أنا أعتقد إنه الأهلي بحالته لا يخدم توني، بالعكس ممكن توني هو اللي يخدم لعيبة الوسط، يعني لعيبة الوسط اللي في الأهلي يا الله يخدمون أنفسهم. طيب هذه لازم نحط بين قوسين، يا الله يخدمون أنفسهم، هو الآن قاعد يخدمهم. أنا يعني توني اشرح لنا كيف أكبر في زخم في فعالية كيف. كيف طيب. هم ما هو قاعد يخدمهم ما طيب. يخدمونه، مع أن المفروض العكس طبيعي، هو العكس. أي مع أنه المفروض العكس، مفروض العكس. الآن أنا لما أكون كمهاجم الفعالية وشو؟ أنه العمليات تصير في الثلث الأخير من ملعب المنافس، يعني يصير في
فرص أو تفاعل يكون المهاجم موجود بشكل كبير فيها الكرة تكون في المنطقة هذه بشكل أكبر. نعم. لعيبة الأهلي يفقدون هذه الميزة في المباراة فيسلمون الملعب أو المباراة بشكل كبير للمنافس. حصلت في الآسيوية أو في بطولة النخبة، حصلت أمام النصر، وحتى حصلت أمام الفرق اللي أقل منه كان الفتح أو غيره. نعم. فبالتالي أنا أشوف الأهلي ما هو اللي يعطي شراسة هجومية تدعم الكور. في الآن في فرص سهلة ضيعها توني، هذه نتفق فيها. نعم. خاصة في بطولة النخبة. لكن أنه أنا أتوقع رجوعه الكثير وخاصة في وسط الملعب والمساندة الدفاعية الكثير قاعد يعاني نفس معاناة فيرمينو في الأهلي الموسم الماضي. نفس المعاناة. أنا ما زلت أرى أن وسط الأهلي لا يخدم وليس فعال في الثلث الأخير في ملعب المنافسين. محرز ليس في مستواه، ليس لديه جناح صريح على الجهة اليسار، القادمون من الخلف يخدمون أنفسهم، وهذه قوة الأهلي هو القدوم للخلف لعمل التسجيل، وهذه طيب. تنطبق في كيسيه فقط. فبالتالي أصبح وسط الأهلي كأنه يعمل فقط لأدواره والتنظيم الدفاعي بدون صنع الفرص والزخم واحد. والفعالية في الثلث الأخير من ملعب المنافس. معنى ذلك لن يتغير شيء، هذا أسلوب الأهلي ما راح يتغير شيء، إيفان لن نراه صح؟ لابد الفرصة أو الفرصتين اللي تجي لابد أن يقتنصها، لابد الفرصة أو الفرصتين لابد أن ما راح تكون عنده وفرة، لا يعتقد أنه حتكون عنده وفرة كثير، أغلب المباريات طبعا مو دائما المباريات يعني. طيب ما نقدر نقول أن هذه تعرف أنت توني لاعب إنجليزي، الإنجليز دائما يعني يعني خلينا نقول ما يطلعون خارج أوروبا إلا ما قل إلا ما ندر، ما في إنجليزي يلعب في مثلا أمريكا اللاتينية، ما في إنجليزي يلعب في آسيا إلا كله كله كله، يعني توني هو النجم الحقيقي اللي مو ثلاثيني مثلا ويجي يلعب في آسيا في الدوري السعودي. هذه الأجواء تحتاج إلى صبر أكثر من توني، أنه يعني بدري يعني كرة مختلفة، ثقافة مختلفة، خصوم مختلفين، أشياء كثير مختلفة. صحيح، أتفق معك، وأيضا أضف عليها بالتالي على كلامك الاختلافات اللي ذكرتها والنقاط اللي هو المنظومة مختلفة، المنظومة أسلوب اللعب الطريقة يعني هو صار أي كرة حتى يشترك فيها يحسب عليه فاول، فتحس في كرة كثيرة مستغرب يشلون من هذه فاول يعني أو خطأ. فالثقافة أو حتى التعامل في 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 الأجواء والظروف هذه، أنا شفت تصريح جميل للابورت قال على أنتوني إنه يتأقلم مع الثقافة السعودية. ترى أنت لما واحد زي بنزيما يعاني في مهاجمين كأمثلة، هذه في موسم الأول بنزيما عانى، في مهاجمين كثر عانوا في موسم الأول، لكن لما تفتح معاه يبدأ يتألق. أنا ما زلت أنه أرى الأهلي ليس هو الفريق الهجومي، ليس الفريق الشرس اللي يعطيك، ولذلك أنا أضفت فكرة أو اختلاف المنظومة على الاختلافات اللي أنت ذكرتها وهي مهمة جدا، فهذا أنا أعتقد أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت ويحتاج إلى دعم أكثر من وسط الملعب. الأهلي جهة اليمين أو خلنا نقول شبه معطل، ليست في أفضل مستوياتها، علي مجرشي نشيط حماسي لكن ليس عنده الرؤية والصناعة للمهاجمين بشكل كبير، محرز في أصعب وضع البدني وحتى الفني، الجهة اللي صار أنا أعتقد هو العمار الوحيدة لأنه فراس مرة فيقة مرة سميحان ما هي فعالة كجناح أيسر. جميل. هو واضح أنه فيرمينو بعيد عنه دائما، فأنا أعتقد توني في مأزق صراحة يعني. والله عبد سديت نفس الأهلاوية أنت، ولا شيء طلع زين فريقهم، كل شيء زين. لا ما كنت زين ولا شيء عندي. ولا ترى لو أنا لو أهلاوي على طول ما أشوف مباراة بكرة بعد كلامك. الأهلي لا 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 أنا ما فهمتني، الأهلي في برضو في أنا ممكن تجي كورتين ثلاثة ويسجل ويخلص الجيم. ولا ترى الآن قوة الأهلي عنده نقطة واحدة قوة هي. واضح. قدوم كيسيه من الخلف فقط. طيب. أي أخرى ما في، لكن بالتالي ودي أضيف نقطة، الأهلي يفقد التحكم في المباراة، التحكم في المباراة صحيح. يعني أنت لما ترجع دافع نعم. طيب تحكم في المباراة في المرتدات في المساحة. نعم. شكرا زميلنا صديقنا الدائم في البرنامج عبد الطيب، شكرا جزيلا لك.
الوقفة الأخيرة بعد ذلك على بعد يومين من الكلاسيكو الكبير لدوري روشن. الملز هل أصبح عقدة للاتحاديين؟ اللقاء الأول في الملز عام 77 في شهر مارس بالدوري الممتاز فاز به الهلاليون بهدفين نظيفين. كانت المصافحة الأولى بين الفريقين على الملعب الذي سيحتضن لقاءاتهما 42 مرة أخرى في مختلف البطولات. بعد عامين على اللقاء الأول تواجه الفريقان في الملعب ذاته بثمن نهائي كأس الملك، تعادلا بهدفين لكل منهما في الوقت الأصلي. لجأ إلى ركلات الترجيح، فاز الاتحاديون بعد أن سدد كل فريق ثمانيا، أخفق الهلاليون في واحدة. الفريقان تواجها في الموسم التالي بإياب الدوري في الملز، وكما حدث في الذهاب تعادل الفريقان بثلاثة أهداف لكل طرف، ليسجل الفريقان في 180 دقيقة فقط 12 هدفا. وبعدها بأشهر في مايو 82 تواجها في نهائي كأس الملك، النهائي الأول بينهما في الملز، انتصر الهلاليون بثلاثية لهدف. يومها توجهم ولي العهد حينها الأمير فهد الملك فهد بعدها بأشهر. في دوري 1987 التقى الفريقان عصراً بالرياض. بعد دقائق انقطع البث التلفزيوني لنقل أذان صلاة العصر من المسجد الحرام بمكة. حين عاد بث اللقاء كان الاتحاد متقدماً بهدفين، عاد البث وعاد الهلال، انتهى اللقاء بخماسية زرقاء لهدفين. انتصر الاتحاد على الهلال في الملعب ذاته عام 97 في شهر مارس بهدفين نظيفين. نهاية ذلك الموسم كان الاتحاد يحتفل بثلاثيته التاريخية، وهو الانتصار الأخير للفريق الأصفر على الهلال في الملز بالدوري. تغير اسم الملعب، استاد الأمير فيصل بن فهد هو اسمه الجديد، وفي 2009 التقيا عليه لأول مرة في دوري المحترفين. كان ذلك في ديسمبر، ليلة زرقاء بامتياز حسمها نجوم الهلال بخماسية نظيفة على وصيف بطل دوري أبطال آسيا العائد للتو من اليابان. في عام 2011 أخذ الهلال بثأره، تمكن من إقصاء الهلال في أقل من شهر من بطولتين، كأس الملك ودوري الأبطال. كان انتصار الأصفر على الهلال في الملز بثلاثية نظيفة آخر عهد الأرجنتيني كالديرون بالأزرق، هي ثاني ثلاثية اتحادية على التوالي أمام الهلال في أقل من شهر. محمد القناص، العربية. وتحولوا إلى جدة لأول مرة، ينضم إلينا خميس الزهراني كابتن الكبير مايسترو الوسط الاتحادي في الجيل الذهبي. واليوم خميس خلاص أصبح ضمن ضيوفنا الدائمين من فريق في المرمى، سيستمر معنا إن شاء الله طوال هذا الموسم. كابتن حياك الله، سعيد بانضمامك لأصدقاء في المرمى. أهلا وسهلا أستاذ بتال، وأنا كذلك سعيد أني أتواجد معكم ومع نخبة من الزملاء الإعلاميين والنقاد والمحللين الرياضيين من الداخل، وسعيد جدا بتواجدي معكم. أهلا وسهلا. خميس، كم مرة لعبت ضد الهلال في الملز؟ في الملز يعني بصيغة أخرى، كم مرة خسرت قدام الهلال في الملز؟ لأنكم تخسرون دائما في الملز.
لا بالعكس، انا يعني تقريبا يمكن لعبت 6 أو 7 مرات في الملز مش في الرياض. منها نفزنا عليه في الملز، نعم في الملز اتذكر منها نفزنا في احدى المباريات وانا سجلت الهدف وكان من اجمل الاهداف اللي سجلتها، وفي كان الزميل تركي العواد هو حارس المرمى في تلك المباراه. اه حلو، كان ودني نجيب تركي. انا عندي يعني عندي ذكريات جميله في الملز. طيب بدايه موفقه مع تركي العواد. خميس، أنت تؤمن بأنه بعض الأماكن فيها عقدة لبعض الفرق؟ كذا تعك معك، تعك معك الكرة، تحس تعك معك في منطقة معينة قدام فريق معين حتى لو كويس. والله شوف، في مباريات يعني في فترة من الفترات كان نادي الشباب يعني كان عقدة يعني كبيرة لنادي الاتحاد، كانت أغلب المباريات صعبة. في فترة أيضا في يعني بداية الألفية كان نادي الاتفاق يعني يسبب صعوبة كثير وند يعني كبير لنادي الاتحاد، لكن مباريات الاتحاد الكلاسيكو ومباريات الديربي ما تخضع لهذه المعايير، تحكمها ظروف الفريق، امكانيات اللاعبين، ظروف الاستقرار الفني والاداري، ايضا التحفيز والرغبه ومكانه الدوري. واعتقد انه احنا الان في جو نموذجي لمباراه كلاسيكو ينتظرها العالم العربي كله، بناء على وفره النجوم، الحال العامه للدوري السعودي، الشغف اللي موجود عند اللاعبين، كثره اللاعبين الاجانب، نوعيتهم، جودتهم. طيب كل الاجواء الجميله مهيئه لكلاسيكو ينتظر العالم كله. جميل. خميس البارح كنت اسولف انا واحد اتحادي عتيق، وهذا الاتحادي هزم الهلال اكثر من مره، يقول على الاتحادين لا يصدقوا بانه فريقهم الان افضل من الهلال. الهلال مستقر جدا منذ موسمين، الاتحاد في طريقه للاستقرار، ولذلك يقول أتمنى من الاتحاديين أن يلعبوا بتأمين مناطقهم الخلفية، إذا خرجوا من الرياض بنقطة سيكونون هم الرابحين. تتفق معه ولا لا؟ أتفق معه تماما. نتيجة المباراة الاتحادية الأخيرة أمام الوحدة نتيجة جيدة فيها إيجابيات يستطيع الاتحاديين يبني عليها بشكل صحيح، لكنها لا تعفي الفريق من بعض الأخطاء اللي موجودة، وأيضا لا تستطيع أن تشكل ند قوي للهلال. وأيضا في نفس الوقت يعني يجب على الاتحاديين يبنوا عليها على الإيجابيات اللي موجودة، يجب حقيقة لكل الاتحاديين أن يكونوا مسرورين جدا بفريقهم في هذه السنة. حقيقة للمرة الأولى من سنوات الاتحاد يبنى بناء صحيح من اللاعبين، دكة تملك يعني الفريق يملك دكة من اللاعبين السعوديين اللي حقيقة دعامة قوية، 8 لاعبين موجودين ومرسومين في الملعب بشكل صحيح. الاتحاد يعيش أجواء جميلة الآن. صحيح أن مباراة الوحدة كانت نموذجية وعودة شيء من روح الاتحاد، هاتريك الكبير لبنزيمة، تسجيل، تنوع في التسجيل من طريق الأطراف، عن طريق العمق، تصويب من خارج المرمى، كرات ثابتة، هذه كلها حقيقة إيجابيات قاعدة تصعد الفريق وتعطيه دعامة. لكن مثل ما تفضل الزميل العزيز اللي يتكلم معك أنه هذه حقيقة لا تكون خادعة للاتحاديين أمام الهلال. الهلال تستطيع الآن تسميه فريق يعني نموذجي بكل معايير الفريق كرة القدم، استقرار فني وإداري، الهلال يملك جودة لاعبين عالي، تنويع في أساليب اللعب، تنوع في أساليب اللعب، أساليب اللعب. الهلال أيضا يملك حقيقة جماعية عالية ومدرب خبير، المدرب الخبير يستطيع ينوع في طرق اللعب أثناء المباراة، بين الشوطين، في الربع الأخير من المباراة. صحيح. عنده أساليب كبيرة، عنده دكة بدلاء كبيرة. حقيقة احنا موعودين ب يعني كلاسيكو مستوى كبير. حلو، ايش اللي يخوفك الحين؟ ما ابغاك يعني ما ابغى اتكلم معك كمحلل، بتكلم معك كاتحادي، ايش اللي يخوفك في الهلال؟ سالم الدوسري، اللياقه العاليه، المجهود الكبير، الخيارات والحلول الفرديه اللي عنده. سافيتش كلاعب ياتي من الخلف ويملك بنيه جسمانيه تستطيع التهديف والتصويب سواء بالراس او بالقدمين، بالإضافة إلى المحطة الكبيرة اللي هو متروفيتش المتواجد في منطقة 18 اللي يتيح الخيارات لجميع اللاعبين القادمين من الخلف. لا شك أنه مهارة مالكوم يعني لاعب يملك الحلول، فارقة، يملك الفكر العالي حقيقة الهلال. نعم نعم، مهارة فارقة يعني مالكوم. طبعا الهلال حقيقة كمنظومة كلعب جماعي يملك فريق كبير يعني، ويجب على الاتحاديين التعامل مع المباراة بواقعية من خلال لعب بمنهجية دفاعية صحيحة، لعب على المرتدات، وأيضا محاولة الحفاظ على الكرة واستحواذ الإيجابي اللي ممكن يفيد الفريق.
وش اللي يخوفك في الاتحاد؟ يخوفني انه ما يكون الخروج الكبير لبنزيما من منطقه ال 18 يقلل من فرص التهديف، لانه حقيقه هو يحب يستخدم يرجع للوراء ويطلب الكره في مكان هو مرتاح فيه، وهذا حقيقه يقلل من فرص التهديف. ايضا يخوفني انه ما يكون حسام عوار في حاله بدنيه جيده يستطيع يجاري رتم الفريق ويجاري قوه الهلال في بناء اللعب والبناء من الخلف. حقيقه اعتقد حسام عوار عليه مجهود كبير فقط عفوا غدا انه يوقف نيفيز اللي هو العقل المفكر اللي يستطيع تنويع اللعب لفريق مهاجمي الهلال. هذا حقيقه اكثر شيء يخوفني. ايضا الفراغ اللي موجود بين محاور الفريق وايضا قلوب الدفاع احيانا يكون في يعني فراغ كبير، يعتقد يهيئ المرتدات الهلال والرتم السريع والارتداد السريع والتحول الكبير اللي يقدمه الهلال من خلال سرعه عاليه ومهاره عاليه. اتوقع انه هذه هي الاشكاليه اللي تواجه الاتحادين وتخوفنا امام الهلال. جميل، انا سعيد باطلالتك الاولى كابتن خميس، لاعب الكبير الفنان اللي كان فنان في الوسط، لمساته انيقه ايضا، هو في على الشاشه انيق جدا في اختيار مفرداته. شكرا جزيلا كابتن خميس الزهراني، القاكم.